المجاهد البسيط الحاج أحمد عبد الحسين عزيز من أهالي محافظة بابل من العراق. صباح صالح الظالمين مقاتل في لواء أنصار المرجعية لواء 44 حيث الشعب. التربوي الأستاذ حيدر حاكم عبد الكاظم من أهالي محافظة الديوان. إنه ينهل من مدرسة سيد الشهداء، فهيهات لكم أن تكونوا محطة له، محطة لكم في أرضه. خصوصا الشهيد الذي لقبه السيد السيستاني بالشهيد هو وزميله أقصد الحاج قاسم سليماني، له فضل كبير في التصدي للدواعش في العراق، وكذلك الحاج أبو مهدي المهندس.